إذن معنا الآن معالي وزير المالية اللبناني السيد يوسف الخليل. معالي الوزير تحياتي لحضرتك، مرحبا بك. أوكي. أهلا بك معالي الوزير. أي هلا مش أهلا بك. عفوا. معالي الوزير، يعني بعد التحية لو تطلعنا، وبالتأكيد نكرر ذلك كثيرا في هذه الأثناء، على خطط الطوارئ التي يعتمدها لبنان الآن لإدارة البلاد اقتصاديا وماليا في هذه الظروف الصعبة، من دون الإشارة لتفاصيل قد يستفيد بها العدو الصهيوني. لا أكيد، أوضعت الحكومة خطة طوارئ لبنان ريسبونس بلان 2024 لمواجهة تداعيات اندلاع الحرب والكارثة الإنسانية تحت إشراف لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة وزير التربية ناصر ياسين، بالتنسيق مع لجنة تنسيق إدارة الكوارث والأزمات National Disaster Response والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، وبالتنسيق أيضا مع منظمات الأمم المتحدة المختصة بأعمال الإغاثة. قدرت خطة الطوارئ الحكومية احتياجات في المدى العاجل تفوق $2.7 مليار، وذلك قبل تفاقم العدوان على لبنان في الأسابيع الأخيرة. فجراء القصف المتواصل في الأيام الأخيرة تفاقم عدد القتلى والجرحى والدمار الشامل في بعض المناطق، وتضاعفت حركة النزوح، ما يؤدي إلى احتياجات أكبر بكثير لإسعاف الجرحى ورفع الإنقاذ وإغاثة المتضررين وفتح عدد أكبر من ملاجئ النازحين وتلبية الاحتياجات الأولية. يقدر عدد النازحين إلى في لبنان إلى 1.2 مليار شخص. مليون ومئتين ألف. نعم، هذا الرقم أكبر بكثير من كل الأرقام التي استمعنا إليها في الأيام الماضية. ربما بدأت بتقدير 100 ألف ووصلت في بعض التقديرات ل500 أو 600 ألف، واليوم استمعنا إلى رقم يتعلق بقرابة المليون. الآن حضرتك تتحدث عن 1.2 مليون. هل ما زالت هناك حركة نزوح من الداخل، وهل من مناطق أخرى غير الجنوب، ربما مدن وقرى الجنوب الأعداد فيها لم تكن ترقى لهذا العدد؟ صحيح. هلا النزوح عم يحدث من قبل الريف اللبناني اجمالا، وتعرف المساحات المختلفه والمحافظ المختلفه والتغير. في مشكل اساسي انه العالم يعانون من عدم قدرتهم على لقاء اماكن ممكن يحكوا فيها، ممكن يقعدوا فيها للاسابيع الاتيه او للاوقات الاتيه. العالم عم تنام كثير اوقات على الطريق، مشان هيك الرقم كثير اوقات بيطول تيبين النقاوة فيه. بس في اذا حضرتك بتجي دائما على بيروت بتشوف انه على الطريق يعني عادي بسيارات عفوا محترمه، لكن العالم ما لقوا مكان يناموا فيها ويبقوا فيها، بينطروا على امل انه الايام تتغير، وبدوروا الدوره الحكوميه عم تعطيهم المساعدات الكافيه في المدى القصير للمكوث ببيوت واماكن امنه ممكن في شهر او اقل من شهر. بشكرك شكرا جزيلا على كل حال. شكرا جزيلا معالي وزير الماليه اللبنانيه السيد يوسف الخليل على هذه المداخله.